رغم التدابير القوية والهادفة اللي خدات بلادنا وكان سباقة باش تحمينا، باقي الداء ديال كوفيد 19 تنتشر بيناتنا، عاود تصابوا عدد كبير من المغاربة. هذا رجع لسبب واحد، هو أن البعض فينا باقي ما فهمش بلي الالتزام بالبيوت الجلاس في الدار راه هو الوسيلة الوحيدة باش نحميو نفوسنا ونحميو عائلاتنا ونحميو حبابنا ونحميو حومتنا ونحميو مدينتنا ونحميو بلادنا. هالعار على ربي، جلسوا في ديوركم.